مراسم احتفال ضخمة رافقت افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل 170 عاماً، وتشارك في المعرض 192 دولة بما فيها الأردن من خلال جناحه الذي يحمل شعار عتبات المستقبل، إذ ستنظم العديد من الفعاليات والأفكار الريادية والبرامج المستقبلية التي تسعى المملكة لتحقيقها وعرضها لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. قبة ساحة الوصل، أيقونة إكسبو دبي 2020 تضاء لتعلن انطلاق الحدث الأكبر في العالم بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا. نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق. حفل افتتاح ضخم يليق بحدث تستضيفه المنطقة للمرة الأولى، حضور رسمي واسع من الإمارات ومختلف دول العالم للمعرض الذي يحمل شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. تجتمع 192 دولة، كل واحد منها ممثلة بجناحها الخاص، وهو ما لم يسبق له نظير في تاريخ إكسبو الدولي الممتد على 170 عاماً. ومجرد وجودنا هنا في خضم التحديات التي يواجهها العالم يبرهن بأن الفعل على التزامنا ورغبتنا في جعل العالم مكاناً أفضل للجميع. 192 دولة وفنانون ومفكرون ومبدعون يشاركون في المعرض الذي يركز على الاستدامة والتنقل والفرص كمحاور ثلاثة من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تسعى لتحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع. خمسة وعشرون مليون زائر تستهدف دبي جذبهم لزيارة المعرض الذي سيستمر حتى نهاية شهر آذار المقبل، لكن يبقى التحدي الأكبر لمنظميه هو الحفاظ على قواعد مواجهة كورونا مع المساهمة بدعم الإبداع والاستثمار.